السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معاكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى. نظام التأهل لكأس العالم من أمريكا الجنوبية هو عبارة عن دوري بيتلعب بين 10 منتخبات اللي هم أصلا في أمريكا الجنوبية. ال10 منتخبات بيلعبوا، كل منتخب بيلعب مباراة ذهاب وإياب، فبالتالي عدد الجولات هو 18 جولة. 18 جولة دول الفائز فيهم صاحب المركز الأول والثاني والثالث والرابع بيتأهلوا رسميا إلى كأس العالم. صاحب المركز الخامس بيبقى بنظام النص. نص يعني إيه؟ يعني هيلاعب تقريبا قارة آسيا، النص اللي هناك برضه تقريبا بيتأهل من هناك 4.5، وهنا بيتأهل 4.5 أيضا، نص من هنا ونص من هنا، هيلعبوا مع بعض، الفائز هو اللي يتأهل إلى كأس العالم. طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن 6 جولات، وهتقولي ازاي الجوله التاسعه وانت عملت 6 جولات؟ اقول لك لان في الجوله الثالثه والرابعه او الخامسه والسادسه مش فاكر بالظبط كان تم تاجيلهم، فبالتالي كل منتخب لعب 6 مباريات فقط. دلوقتي خلينا نتعرف على مواعيد مباريات الجوله التاسعه. على يومين بوليفيا هتلعب امام كولومبيا الساعه 10 مساء، مساء اليوم باذن الله تعالى، الخميس 2 سبتمبر 2021 او 2/9/2021. المباراة بين بوليفيا وكولومبيا ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة بوليفيا أمام كولومبيا قناة بين سبورتس اتش دي 5 أو بين سبورتس اتش دي 5، ومعلق المباراة نوفل البيشي. الإكوادور هتلعب أمام باراجواي في نفس اليوم الخميس الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم، الثانية بريميوم، معلق المباراة حفيظ الدراجي. غدا الجمعة بإذن الله تعالى، الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 أو 3/9/2021، عندنا 3 مباريات. مباراة فنزويلا أمام الأرجنتين، والقناة الناقلة للمباراة هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم، الأولى بريميوم، معلق المباراة هو علي محمد علي. وخليني أقول لك المباراة ميعادها الساعة كام بالظبط، يعني هي المباراة ميعادها الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة بعد الساعة 4 صباحا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وبعد الساعة 1 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بعد كده البيرو هيلعب أمام أوروجواي، وتشيلي هيلعب أمام البرازيل في نفس التوقيت الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، مش عصرا آسف، 3 صباحا، في فرق توقيت بيننا وبين أمريكا الجنوبية. الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. الساعة 5 صباحا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، المباراتين أيضا في نفس التوقيت ما عدا الساعة 1 صباحا توقيت جرينتش وموريتانيا، و2 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. البيرو أمام أوروجواي يوم الجمعة زي ما قلنا 3/9/2021، قناة ناقلة قناة بين سبورت اتش دي 3 3 العادية 3 بريميوم، الثالثة بريميوم، معلق المباراة عادل خلو. اما تشيلي امام البرازيل فالقناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم، الثانيه بريميوم، معلق المباراه حسن العيدروس. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.